في محاولة تحمل إعادة الحياة والإسهام في الرفع من مستوى تقديم الخدمات المجتمعية، دشن مكتب صندوق النظافة والتحسين في محافظة تعز مشروع إعادة تشجير الشوارع الرئيسية في المحافظة، والذي سيعمل على إعادة الجمال للمدينة، كما سيساهم في الرفع من المستوى البيئي. بمشاركة مجتمعية فاعلة وكبيرة وبرعاية من السلطة المحلية، يقوم صندوق النظافة والتحسين كمرحلة أولى في تدشين غرس الأشجار في شارع جمال من جولة الحوض وحتى من جولة الفندق الأقوى حتى جولة الحوض. طبعا هذه الشارع وهذه المنطقة كانت خطوط نار، الآن ما شاء الله الحياة تدب فيها، عادت الحياة بشكل كبير، الحركة التجارية بالتزامن مع ذلك مع هذه عودة الحياة، قمنا بغرس الأشجار لإعادة الحياة وتعزيز الثقة بين المجتمع والسلطة المحلية. بدينا اليوم بمرحلة التشجير مع الأخ مدير صندوق النظافة والتحسين بزرع الأشجار، وذلك بعد ما حصل لها من تهالك ومن استخدام للمواطنين بعد انعدام مادة الغاز، واليوم بفضل الله ثم بفضل المسؤولين قام بزرع الأشجار، وإن شاء الله نتمنى عودة حميدة وتعود الحياة والمظهر الجمالي لشارع جمال. حمل المشروع إعادة رسم الجمال في العديد من الشوارع الرئيسية التي أفقدت الحرب جمالها، كما ستساهم حملة التشجير في الحفاظ على البيئة كون الأشجار تعمل على تقليل تلوث الهواء وتساهم في خفض الاحتباس الحراري الذي يزيد من معاناة المارة. تسهم هذه الأشجار في تصحيح الوضع البيئي وصحة وسلامة البيئة من خلال امتصاص الرياح وامتصاص الغازات السامة مثل ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين الذي يبعث الراحة والهدوء والانتعاش لدى المجتمع. كما تسهم هذه الأشجار في تحسين الوضع العام للمدينة وتحسين المظهر الجمالي، والذي نقوم إن شاء الله به وستكون إن شاء الله تعز من أجمل المدن قريبا إن شاء الله. زراعة الأشجار تضيف المساحات الخضراء بشكل عام، هي تضيف شكل جمالي للمدينة، كذلك تخفف من درجة الحرارة، كذلك تبعث أكسجين نقي للحياة، كذلك النفسية عندما ترى الأشجار ترتاح نفسيا. فأنا أعتقد أنه زراعة الأشجار هي علاج نفسي لأبناء هذه المدينة الذي مروا بظروف صعبة جدا جدا جدا. يعتبر تشجير الشوارع والأحياء من أهم الخطوات التي تحقق التوازن البيئي، بما تحمل من فوائد صحية تتطلب الحفاظ عليها كونها ثقافة وفكر يجب أن يعمم وينتشر.